بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. النهاردة معانا بندية صيني البي تو أم بصمة، هنغير لها جلدة إن شاء الله، جلدة بيت الرش. الجلدة القديمة إيه؟ دي بتسرب هوا، هنفكها إن شاء الله ونركب لها جلدة جديدة. كده احنا فكينا الجلدة من مكانها خلاص، هنبدأ نركب جلدة تانية إن شاء الله. احنا جبنا صباع شم هنسيحه هنا في المكان اللي بيركب في الجلد، هنملاها لحد نصها تقريبا. انا كده سيحت الشم، اللي هو ده جوه هنا، وشلت الزيادات ديت بالسكينة، خليتها متساوية بالشكل ده. دلوقتي هسيح الشمع تاني، بعد ما سحت الشم هركب الجلدة دي الأنسدة. بالشكل ده واروح قافل البندقية. دلوقتي بعد ما ركبنا الجلدة بتاعت بيت الرش هنبدأ نعمل اختبار للجلدة، نشوفها شغالة بتسرب هوا ولا متسربش. نقفل كده ونسد الماسورة من قدام هنا ونشوف ولو هنضرب ونشوف اللي هيحصل. تصد الماسورة جامد من قدام وتضرب. معنى كده ان ما تسربش هوا، الهوا بيفضل موجود لحد ما اشيل صباعي من مكانه. نجرب مرة تانية. كده البندقية ما بتسربش هوا. بعد ما غيرنا جلد البندقية بتاع بيت الرش هنبدأ نفك البندقية عشان نشوف الرشاة ضعيفة ليه. هنفك البندقية مع بعض. فكينا الزمن بتاع البندية، نبدأ نطلع السوستة وكل حاجة ونعمل اختبار للجلدة ونشوف المشكلة في ايه. كسرنا البندية عشان نعرف نفك المسامير. نفك المسمار الصغير الأول، بعد كده المسمار الكبير، نشيل الماسورة خالص والدراع ونطلع السوستة ونبدأ نعمل اختبار لجلد البستل. هنسد الفتحة اللي بيخرج منها الهواء كده، هنرجع البستل مكانه الأول ونسد الفتحة اللي بيخرج منها الهواء ونسحب البستل من الآخر ونسيب البستل. البستل المفروض إن هو يرجع مكانه تاني. كده البستل مرجعش، معناه إن الجلدة بايظة، الجلدة بتسرب هوا. بص، البس المفروض يرجع لحد هنا، رجع حتت بس. مرة تانية، رجع لحد هنا بس. معنى كده ان في تسريب هوا. هنطلع البستم ونشوف الجلدة فيها ايه.
ده شكل البست من الجلدة من جوه، الجلدة مهرية من جوه اهي، الجلدة مهرية من جوه. كانت بتطلع كل الحاجات المهرية منها دي بتطلع جوه الماسورة. كانت البندقية بتضعف على طول، الماسورة بتتسد والبندقية بتضعف، فلازم نغير الجلدة. والجلدة بتحط لها زيت، ممكن زيت عربيات او في زيت اللي هو بتاع مكن الخياطة، لكن محدش يحط مزيل صدى جواها. مزيل الصدى بيخليها تتهري زي كده، دي تقريبا صاحبة حط لها مزيل صدى فالجلدة اتهرت وبقت تطلع من الماسورة، بقت تطلع من الفتحة دي اللي بيخرج منها الهواء، تدخل جوا الماسورة عند الرشاة، فالرشاة بتطلع ضعيفة فالجلدة لازم تتغير. هنغيرها ان شاء الله مع بعض. هننظف قميص البندية بعد ما غيرنا الجلدة بالشكل ده. كده نظفنا القميص على البندية، وده شكل القميص بعد التنظيف. نبدأ نركب الجلد بقى من جديد. هنبدأ نركب الجلدة. عشان نركب الجلدة الزيت اللي احنا بنحطه، انا عندي بحط زيت بتاع موتوسيكلات، زيت جديد، اي زيت عندك، زيت موتوسيكلات، زيت مكن خياطة، اي زيت، بس متحطش ولا جاز ولا مزيل صدى عشان هيبوظوا الجلد. اول حاجة نركب الجلدة الاول عشان نحط فيها زيت. ركبنا الجلدة، نبدأ بقى نحط الزيت من هنا من أول دلوقتي. الزيت بحطه بعد ما بركب الجلدة جوه القميص. كده انا ركبتها. ارجع القميص مكانه، ارجع البست مكان قصدي. كده البست رجع مكانه. دلوقتي احنا ركبنا البست والجلدة، نبدأ نقفل البندقية بقى تاني. نركب الماسورة، نركب المسمار الصغير. نقفل البندقية. نركب السوستة.
دي فيها خرابيش وفيها صدى، فلازم نصنفرها الأول. هنصنفرها ونرجع تاني إن شاء الله. كده بعد ما خلصنا الصنفرة بتاعتها نبدأ نركبها بقى إن شاء الله. نبدأ نعمر البندقية ونضرب كده. البندقية لطت معانا اهي، نفك التعميرة. نبدأ نقفل البندقية بقى. كده بعد ما قفلنا البندقية بتاعتنا، قفلناها تمام الحمد لله اهي، البندقية بتلقط الحمد لله مفيش أي حاجة. هنسيب الجلد تشرب الزيت وبعد كده نجرب نحط رشاوي ونضرب.